أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية والعربية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في المدى: ميسان، عزوف الكادر الصحي عن التلقيح وسكون وسط عاصفة الإرشادات والنصائح. نقرأ في القدس العربي: ارتفاع حصيلة قتل الهجوم على مجلس عزاء في العراق إلى 14. ونطلع في العرب اللندني: التيار الصدري يلوح بالعودة من جديد عن مقاطعة الانتخابات، لن نخلي الساحة للحرس القديم. الغنوشي في مقال بنيويورك تايمز: تونس لا يمكن أن تعود للديكتاتورية. نطلع في عربي 21: غضب بالمعارضة السورية إثر عقوبات أمريكية ضد أحد فصائلها. وجاء في الزمان: المحامون يطالبون بوقف استخدام التعذيب أثناء التحقيق. نتصفح في العرب الجديد: سفير واشنطن يبلغ بغداد عدم رغبة بلاده التصعيد مع إيران. أهلا بكم. جاء في الزمان: نريد دولة مواطنة لا دولة مكونات وأحزاب. لويس إقليميس. نبدأ من صحيفة الزمان حيث يقول لويس إقليميس: نريد دولة مواطنة لا دولة مكونات وأحزاب. من فك زعماء الكتل السياسية وأحزاب السلطة والهامشيون من الأتباع الانتهازيين ومن سياسي الصدفة يراهنون على بقائهم في السلطة من أجل ديمومة مكاسبهم والحفاظ على مغانمهم وإدامة زخم سرقاتهم، بالرغم من الرفض القاطع والصارخ من الشباب الواعي الثائر الذي ضرب أروع شواهد البطولة التي لم يشهدها الشارع العراقي. إن الشعب الثائر يقارع اليوم تغمة فاسدة ارتضت لنفسها خطف الفرحة والبسمة والعافية من سائر طبقات الشعب، أطفالاً ويتامى وثكالى وطلبة ومثقفين وأكاديميين وعلماء وصناعيين وأرباب عمل، لفقدانهم وطنهم وجعله أسيراً بيد الدخلاء ومسلوب الإرادة. كما لا يمكن أن ينسى في ساحات اعتصامه المتجددة في كل يوم تلك الدماء الزكية التي أريقت على مذبح الحرية والحقوق وفاء منها لهذا الوطن وأهله، عندما فتح هؤلاء الشهداء صدورهم وعرضوا أجسادهم الطرية لحقد القناصة ومطلق الرصاص الحي والقنابل السامة المسيلة للدموع المحرمة دولياً على أيدي أعداء الشعب من المغرضين الذين لا يدركون معنى مفردة الوطن ولا يفقهون مسلمة ضياع الوطن ولا يعرفون مبدأ حب الوطن. شهداء سقطوا من أجل عراق جديد، توقاً لحياة أفضل وبحثاً عن هذا الوطن الذي أضاعه بل أذله فاشلون في الحكم، ونكدوا عيش الشعب بسبب منهجهم الفاسد وإخفاقاتهم المتكررة واستشراء فسادهم اللامحدود. فكانت الانتفاضة الشعبية صوتاً صارخاً ضد الفساد وأزلامه وضد بائعي الوطن وعربي صفقاته المشبوهة وولاءاتهم للغير الطامع. وفي حال إصرار الطبقة السياسية القائمة على إبقاء الحال على ما هو عليه من توتر وفقدان الإرادة الحقيقية بتغيير منهج الحكم جذرياً بالطرق السلمية والأصولية بحسب مطالب الشارع، فإن الأيام القادمة حبلى بالإجراءات والأفعال التي تضمن حق هذا الشعب. يقول الكاتب إن استمرار تبجح البعض من الساسة وأحزاب السلطة بالاستخفاف بمطالب الشعب وكيل شتى الاتهامات ضد المتظاهرين العزل وتوصيفاتهم غير المقبولة يشير بما لا يقبل الشك إطلاقاً أن أمثال هؤلاء يعيشون في واد والشعب في واد آخر، وأن جبالاً شاهقة تفصلهم عن هموم الشعب وعن تحركات الشارع الثائر أصلاً بكل طبقاته، وهو يغلي على صفيح شديد السخونة. جاء في عربي 21 عن زيارة الكاظمي لواشنطن والسيناريو الأفغاني. كتب جاسم الشمري: التعقيدات الميدانية الخطيرة في أرض العراق انعكست بشكل واضح على الميدان السياسي، وبعد أكثر من عام على توليه منصبه الحساس والمحرج
وجد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نفسه أمام تحديات ميدانية أضعفت دوره وأربكت قراراته. ويتساءل الكاتب، هل المحادثات هي بين دولة ذات سيادة وواشنطن؟ وهل الأطراف العراقية المفاوضة تمثل الإدارة الشعبية أو حتى عموم القوى المشاركة في العملية السياسية؟ سؤال وجيه. هل تطرقت المفاوضات لتداعيات توجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإلغاء قرار الحرب على العراق الذي اتخذه الرئيس الأسبق بوش الابن عام 2002؟ وبناء على ذلك، هل سيطالب المفاوض العراقي بتعويضات من الجانب الأمريكي، وبالذات مع تكبيل العراق بالاتفاقية الأمنية الموقعة في عام 2008؟ التغيير الشكلي في مهمة القوات الأمريكية في العراق نوع من الدعم الأمريكي للكاظمي الضعيف الذي لا يملك أي كيان سياسي أو برلماني يمكن أن يسانده للاستمرار في المشهد السياسي بعد انتخابات تشرين الأول أكتوبر المقبل. وهذا يعني أنهم مستقرون في البلاد ولو بمهام استشارية أو تدريبية. أتصور أن هذا التغيير الشكلي في مهمة القوات الأمريكية في العراق نوع من الدعم الأمريكي للكاظمي الضعيف الذي لا يملك أي كيان سياسي أو برلماني يمكن أن يسانده للاستمرار في المشهد السياسي بعد انتخابات تشرين الأول أكتوبر المقبل. الانتصار الدبلوماسي الحقيقي للجانب العراقي يتمثل ليس فقط في إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في العراق، ولكن بضرورة اعتراف واشنطن بخطأ قرار الاحتلال ولزوم تعويض العراق والعراقيين عن كل الدمار والخراب والضياع الذي أصابهم. إن الاتفاق ورغم محاولة بعض القوى العراقية إبرازه على أنه من المنجزات الدبلوماسية وربما العسكرية كذلك لبعض الفصائل الولائية، إلا أن الدلائل الميدانية تحمل الكثير من التوقعات القريبة الصعبة والمحرجة للجميع بعد الزيارة. ونقرأ مقالا للكاتب حسين صالح السبعاوي تحت عنوان الحوار الأمريكي العراقي تكتيكي أم استراتيجي؟ منذ توقيع المعاهدة الأمنية بين العراق وأمريكا سنة 2008 والتي تنص على خروج كافة القوات الأمريكية من العراق في 31 من كانون الأول من عام 2011 كحد أقصى، لكنها لم تخرج كاملة من العراق وبقي عدد كبير من هذه القوات في عدة قواعد عسكرية، ولأن بنود الاتفاقية الأمنية فيها نصوص مطاطية قابلة للتأويل ويمكن تفسيرها بعدة وجوه، صار كل طرف يتمسك في تفسيره للنص حسب مصلحته طبعا. الحوار الاستراتيجي لا يحتمل إلا الجدية في الحوار مع مراعاة المصلحة الوطنية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل الأحزاب العراقية الحاكمة جادة في إخراج القوات الأمريكية؟ وهل الأمريكيون جادون في الحوار وسوف يلتزمون بمخرجاته؟ الحقيقة التي يجب أن تقال أن الولايات المتحدة لا تؤمن بحوار استراتيجي مع العراق باعتباره ضمن نفوذها، ولا يمكن أن يكون الحوار معه بأسلوب التبعية وليس أسلوب الشراكة التي تتكلم عنه في الإعلام. ومن المعلوم أن الولايات المتحدة لا تصرح بما تريد فعله للإعلام، بل تبقيه طي الكتمان في الغرف المغلقة، وما تسربه لوسائل الإعلام هو للاستهلاك الإعلامي فقط. وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 24 من تموز الماضي نقلاً عن مسؤولين في بنتاغون بأنهم سيحافظون على عديد القوات الأمريكية في العراق من خلال تغيير وظائفهم على الورق. وهل الحكومة العراقية والقوى السياسية الحاكمة جادة في إخراج هذه القوات التي أوصلتهم إلى السلطة؟ إن حقيقة هذه الحوارات هي حوارات تكتيكية وليست استراتيجية، وهما يخدمان بعضهما البعض ومتفقان على لعبة تبادل الأدوار في العراق. إن هذا الضجيج الإعلامي الذي تبنته القوى السياسية وخاصة الفاعلة السياسية الحاكمة ما هو إلا للمزايدة على بقية القوى السياسية الأخرى التي لا تستطيع حتى إبداء رأيها خشية الاتهام بالعمالة وما إلى ذلك من اتهامات جاهزة أخرى، علماً أن الإدارة الأمريكية لا تتعامل إطلاقاً مع هؤلاء
الفئة الحاكمة والمطبلة للحوار إلا كأدوات لقطع الطريق على القوى الوطنية الرافضة للتواجد الأمريكي والإيراني في نفس الوقت على الأراضي العراقية. الإذن بحرب العراق لن يعيد ضحاياه، على الرغم من أن العراق لم يكن يملك يدا في هجوم 11 سبتمبر الذي قتل فيه الآلاف من الأمريكيين، لكن بالنظر للمسيحية المتطرفة التي كان يعتنقها بوش، بدأ الرئيس الأمريكي باجتياح العراق في أوائل عام 2003 بسبب افتراءات وأكاذيب أزهقت أرواح الملايين من العراقيين الأبرياء ولا تزال مستمرة حتى اللحظة. وبدلا من استغلال سلطته لتمرير قانون يحاسب بوش وشركائه بسبب الحرب العدوانية التي شنها وجرائم الحرب التي ارتكبها، اكتفى الكونغرس الأمريكي بإلغاء مشروع القانون الذي بدأ به كل شيء. من المثالية أن نأمل بأن تحاسب الولايات المتحدة الأمريكية قادتها السياسيين بسبب جرائم الحرب، وهي التي نصبت نفسها كحارسة للديمقراطية. هذا ليس نداءً للمثالية، لكن محاولة لتسليط الضوء على بؤرة النفاق المتفشية في أمريكا. وبشتى المعايير الموضوعية، فلا يمكننا أن نشك في أن ما ارتكبته إدارة بوش في العراق هو عدوان صارخ وجريمة دولية معترف بها، خاصة بموجب نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية. البيت الأبيض كان كاذباً في عهد بوش بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق، كما كذبوا بشأن علاقة صدام حسين بالقاعدة وجماعات متطرفة أخرى، كما أن حلفائهم البريطانيين الذين يعتبرون حجر أساس العالم الديمقراطي ساعدوا وحرضوا على هذا الخداع عبر ما أصبح معروفاً باسم الملف المراوغ، قبل أن يقوموا بالاشتراك مع حلفاء آخرين في الناتو من أجل شن غزو مدمر لدولة ذات السيادة. خلال احتلال العراق ارتكبت الولايات المتحدة جرائم مروعة ضد الإنسانية، فمن ذا الذي سينسى المشاهد المروعة التي تسربت من سجن أبو غريب، ومن يستطيع أن يمحو من ذاكرته وحشية القوات البريطانية التي اعتقلت آلاف الأبرياء في البصرة قبل أن تضربهم حتى الموت. ورغم كل هذه الحقائق ورغم كل هذا الهراء الذي نسمعه ليل نهار بشأن احترام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لحقوق الإنسان وتمسكهما بالقانون الدولي، لأنه لا أحد واجه أي اتهامات تذكر أو مثلا أمام محكمة تحاسبهم عن دورهم في تدمير بلد كامل وأجيال كاملة. جاء في نيويورك تايمز غنوشي في مقال بنيويورك تايمز حيث جاء فيه: تونس لا يمكن أن تعود للديكتاتورية من جديد، تحت عنوان: بلادي كانت ديكتاتورية من قبل ولا يمكن أن تعود كما كانت. كتب زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي مقالا في صحيفة نيويورك تايمز، قال فيه إنه في صباح يوم 26 من يوليو تموز فوجئ هو وزملاؤه وكلهم من أعضاء البرلمان المنتخبين ديمقراطيا بدبابات الجيش محيطة بمبنى البرلمان في وسط العاصمة، وكان مدخل الأعضاء مغلقا بأمر من الرئيس قيس سعيد. حيث عاد الغنوشي بالذاكرة إلى بداية انطلاق احتجاجات الربيع العربي في البلاد قبل أكثر من عقد من الزمان، وكيف أنها كانت سبباً في إنهاء أكثر من 5 عقود من الدكتاتورية التي اتسمت بالفساد المستشري وقمع المعارضة والتخلف الاقتصادي، حيث قال إن اضطرابات اليوم ليست بحثاً عن الحرية لكنها استياء من الوضع الاقتصادي. يسعى السعيد إلى قلب نتائج عقد كامل من العمل الشاق الذي قام به التونسيون الذين ناضلوا من أجل الإصلاحات الديمقراطية، واعتقد أن أفعاله غير دستورية وتهدد الديمقراطية التونسية.
وعبر الغنوشي عن أمله أن يتراجع الرئيس عن قراراته، وقال إن هناك عدداً من الخطوات البناءة التي يمكنه اتخاذها الآن، وعلى حلفاء تونس الغربيين والإقليميين دعمه في اتخاذ هذه الخطوات. وأكد أنه يجب السماح للبرلمان بالعمل من أجل تصويت لحكومة جديدة والشروع في إصلاحات اقتصادية جريئة للتصدي للوباء والبطالة، ويأمل أن يشرع الرئيس في حوار وطني لإيجاد أفضل طريق للخروج من هذا المأزق. إن استياء التونسيين من أداء القيادة السياسية أمر مشروع، إذ شهدت البلاد ارتفاعاً خطراً في حالات الإصابة والوفيات بكوفيد-19، وكفح النظام الصحي للاستجابة بفعالية للأزمة، كما واجهت البلاد وضعاً اقتصادياً صعباً وأزمة سياسية ممتدة. أقرأ في واشنطن بوست حيث جاء فيها أين هي استراتيجية بايدن في سوريا. نشر صحيفة واشنطن بوست مقالاً للكاتب جوش روغين، قال فيه إن نصف عام مضى على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دون أن تتوصل بعد إلى استراتيجية لمعالجة النزاع فيه، حيث يقصد سوريا الذي مضى عليه 11 عام. هذا في الوقت الذي تتردد فيه الحكومة الأمريكية ويتدهور الوضع على الأرض كذلك، حيث تحاول موسكو وطهران ونظام بشار الأسد الاستفادة من الوضع بحسب مقال روغي. حتى نكون منصفين، لم يتجاهل بايدن سوريا بالمطلق، فقد عمل الرئيس الشهر الماضي لمنع روسيا قطع آخر معبر للمساعدة الإنسانية إلى إدلب، والتي يعيش فيها 3 ملايين من المشردين داخل وطنهم وإلا جاعوا حتى الموت. وبالنسبة للسوريين الذين شعروا بالفرح من وعود بايدن وبلينكن بقيادة جهد دولي لحماية المدنيين والعمل على حل سياسي حقيقي للنزاع، فإن التحركات الأخيرة تبدو مرتجلة وغير كافية. ومنذ موافقة مجلس الأمن الدولي حول قضية الدعم الإنساني، زاد الروس مع النظام السوري من العنف والعدوان ضد المدنيين في إدلب، حسب ما أخبر رائد صلاح مدير منظمة الدفاع المدني أو الخوذ البيض. وأدت الغارات التي شنها الروس ونظام الأسد إلى مقتل 21 طفلاً في جنوب إدلب خلال الأسبوعين الماضيين، كما قتل 2 من عناصر الخوذ البيض في عملية مزدوجة استهدفت فرق الرد. وفي البلدة الجنوبية في درعا التي تعد مهد الثورة، فرض الأسد حصاراً وحشياً، ووافق سكان البلدة على هدنة مقابل تعهدات بحماية روسية، لكن الروس تراجعوا عن تعهداتهم. الكاتب يقول إن عدداً من مسؤولي إدارة بايدن أخبروه أن التركيز هو على المساعدات الإنسانية، ويرون كذلك أنه يجب الحفاظ على الوضع النسبي الهادئ. وبحسب روغين فإن هنالك تفاؤلاً حذراً لدى فريق بايدن من إمكانية تعاون أمريكي روسي ملحوظ فيما يتعلق بالمفاوضات في سوريا، لكنهم يعترفون في الوقت نفسه بأن استراتيجيتهم الدبلوماسية لم تحدد بعد، وتعتمد على المراجعة الداخلية للسياسة التي لم تنتهي بعد أصلا. وفي خبرنا لهذا اليوم، قتلى في حرائق غابات في جنوب تركيا. أفادت العاصمة التركية أنقرة ووسائل إعلام تركية أخرى أن حرائق غابات وصلت إلى مناطق مأهولة بالسكان تقع على مقربة من مواقع سياحية مهمة عديدة في جنوب تركيا، مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين، واضطرت السلطات لإخلاء عشرات القرى من قاطنيها. واندلعت حرائق منفصلة في غابات تقع في ولايات تركية منها ألانيا و أضنة ومرسين وبودروم ومرمريس وأخرى كذلك بالقرب من المواقع السياحية المطلة على البحر المتوسط في جنوب تركيا، لكنها سرعان ما وصلت إلى مناطق مأهولة بالسكان بسبب الرياح العاتية. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.